من الخمار اللي أمر بعملية الاغتيال؟ من الغبي اللي خرب بيتنا؟ لا لا شوفي ليش معصب؟ اغتالوا إسماعيل هنية، قاموا خدتوا مكانه السنوار، هلأ المفاوضات راح تتخول من الفنادق للخنادق، وأنا زلمة فيني رهاب الأماكن المغلقة. كلاستروفوبيك. يحيى السنوار رئيسا لحماس خلفا للشهيد اسماعيل هنية الله يرحمه. قلناها سابقا وبنرجع نكررها، المقاومة لا تنتهي باغتيال الأشخاص. تغتالوا واحد بيجي اللي بعده، تغتالوا اللي بعده بيجي اللي بعده، تغتالوا اللي بعده بيجي اللي بعده حتى التحرير، لأن المقاومة مش أشخاص، فكرة. هاي الفكرة حتضل موجودة طالما في ظلم واحتلال. حلقة جديدة. معاناة جديدة تضاف لمعاناة أطفال غزة، سبب جديد للموت يضاف لأسباب موت أطفال غزة، وكأنه ناقصهم. بسبب الاكتظاظ السكاني والجفاف وتلوث المياه والحر، أطفال غزة صاروا يعانوا من أمراض فيروسية بكتيرية عم تظهر على وجوههم وأجسادهم. هاي الأمراض ممكن يكون علاجها بسيط، حبة دواء بسيطة، مرهم بسيط، إبرة بسيطة، أكل نظيف، عناية منيحة، عناية صحية، شرب نظيف، بس للأسف هاي العلاجات البسيطة والحلول البسيطة مش موجودة بغزة. أطفال غزة محرومين منها. عشان هيك بنوجه رسالة لكل دول العالم أو الدول اللي لسه ضايل فيها شوية إنسانية، أنقذوا أطفال غزة من هاي الأمراض ومن كل مآسي الإبادة الجماعية. سمعتوني صح، الإبادة الجماعية لسه مستمرة بغزة. قصف المربعات السكنية الكاملة بما فيها ومن فيها لسه مستمر. حرق المخيمات بما فيها ومن فيها لسه مستمر. قصف المدارس والمناطق الآمنة اللي بتقوي نازحين لسه مستمر. طلبهم من الناس إنهم ينزحوا وقصفهم وهم عم بينزحوا لسه مستمر. استهداف الصحفيين لسه مستمر، وصاروا 166 صحفي شهيد مقتول على ايد اسرائيل. تعذيب الاسرى بابشع الطرق واغتصابهم لسه مستمر. ما في اشي تغير، الاشي الوحيد اللي تغير هو احنا، ولما احكي احنا قصدي احنا كلنا بدون استثناء حدا وبدون تخصيص حدا. احنا بطلنا ننشر زي الاول، احنا قللنا نشر. على كل حال، الاحتلال الاسرائيلي الديمقراطيه الوحيده بالشرق الاوسط طلعوا بحل عبقري لهي الماساه اللي هم متسببين فيها. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش طلع وصرح، شو رأيكم نمنع كل المساعدات عن غزة بشكل نهائي وهيك كلهم بيموتوا، 2 مليون بيموتوا جوعا؟ أتوقع حل عادل ومبرر وأخلاقي، وبنحرر الأسرى وبنحل المشكلة. هذا كلامه طبعا، مش كلامي، كلامه. بس للأسف دول العالم ما وافقوا. غريب، وين المشكلة؟ يعني في إبادة جماعية، بدل ما ننهيها قررنا شو؟ ننهيها. بأس الزمن، أصبح فيه قتل 2 مليون بريء جريمة. أنا هون مضطر يكون عندي تعليقين على سموتريتش. أول تعليق، اللي بيسمعك بيفكر إنه المساعدات عم تدخل أصلاً. لا مش عم تدخل، يعني حلك العبقري عم بيصير أصلاً، والمجتمع الدولي ما منعك، لا سامح لك وعم بيساعدك. تاني تعليق، أنت عارف إنه الأسرى اللي بدك تحررهم قاعدين في البقعة اللي بدك تموتها جوعاً؟ يعني فهمت وين الغباء بكلامك؟ إلا إذا الأسرى عندهم تطبيق طلبات أو بيعيشوا على البناء الضوئي والكلوروفيل. هون أنا مضطر أسأل سؤال، مضطر لدول العالم وللإعلام الغربي. تتذكروا لما انتشرت كذبة قطع رؤوس أطفال في 7 أكتوبر؟ تتذكروا؟ وعملتوا بلبلة وصرختوا وصيحتوا وبكيتوا وحرام، تتذكروا؟ وينكم هلأ؟ Where are you now؟ Where is he now؟ لأنه هلأ في أطفال عن جد انقطعت رؤوسها، في أطفال انحرقت أحياء، في أطفال تمزعت لأشلاء، في أهالي عم بتلملم أشلاء أطفالها من الأرض، في أطفال خسرت على الأقل طرف من أطرافها وقاعدة وحيدة بلا أهل لأنه قتلتوا كل أهليهم، في أطفال حالياً عم بيموتوا من الأمراض الفيروسية والبكتيرية، وفي صور وفيديوهات وأسماء وأدلة. فوينكم هلأ؟ وينكم هلأ يا كذابين يا منافقين؟ Where are you now؟ Where is he now؟ ما تجاوبوا لأنه بعرف الجواب. تلك قضية وتلك قضية. عسيرة القضايا، في قضية صارت ببريطانيا العظمى ضروري أحكي لكم عنها. هذا يا جماعة، في مواطن بريطاني أسود البشرة عمل جريمة بشعة، راح ضحيتها 3 فتيات الله يرحمهم، وبنتمنى العقاب العاجل للمجرم. انتهت القصة هون؟ لا، اليمين المتطرف سمع القصة من هون قال أجت لعندي أعمل قصة وفتنة وبلبلة. أجت اليمين المتطرف بلش على تويتر، اللي عمل هيك مسلم، اللي عمل هيك عربي، اللي عمل هيك مهاجر شرعي وغير شرعي، يلا نهجم عليهم كلهم
بدون استثناء هجوم مورتال كومبات. يا نيكولاس ما تكبرها يا نيكولاس، شوية تغريدات بالفضاء الوهمي ما حدا حيرد. لا ردوا، والناس نزلت على الشوارع، بلشت اعتداء على المسلمين والجوامع والمساجد. الشرطة البريطانية طلعت حكت يا جماعة، يا جماعة اللي عمل هيك مش عربي ولا مسلم، اللي عمل هيك بريطاني، امه وابوه مهاجرين نظاميين. اليمين المتطرف حكونا مسكتوا. Shut your mouth mate. You hear me? Can I have a water? قلنا مسلم يعني مسلم، عربي يعني عربي، غير شرعي غير شرعي، احنا احرار، بدنا نكمل عنف. بعدين بلا مؤاخذة احنا بلشنا عنف، شو نعمل هذا؟ نوقف؟ قد تعتقد انت كمشاهد انه هاي الفتنة سببها اليمين المتطرف. غلطان. في واحد يعتبر قائد وزعيم يميني متطرف صهيوني معروف باسم تومي روبنسون قدر يعرف السبب الحقيقي، حط اصبعه على الوجع وطلع وحكى يا جماعه بجوز يو وونت بليف مي، بس السبب هو حماس. حماس اللي بتحاول كل يوم والتاني تسيطر على بريطانيا، وكل شوي بيطلعوا لي مظاهرات قال شو متضامنه مع فلسطين. Why are people angry? I'll tell you why they're angry. Because Hamas were now to overtake London. Overtake our capital city. Every weekend, flying ISIS flags, Hamas flags, calling for jihad. The police did nothing. Nothing. Instead, they arrested me. تومي روبنسون ميت كاب اوف تي. انت عارف انه الاعتداءات اللي عم بتصير على المسلمين والمساجد؟ مش العكس؟ يعني اذا بدنا نروح لبعيد السبب هو اسرائيل، على قولة البروفيسور البريطاني ديفيد ميلر، تذكروا اسمه منيح. بس برضو ما فهمت شو خاص حماس؟ اليمين المتطرف طلعوا اشاعة هوب عملت فتنة، هوب عملت عنف، وين حماس بالمعادلة؟ ما هو الرابط؟ الرابط العجيب. ما الرابط بين فتنة اليمين المتطرف وحماس؟ اليمين المتطرف موجود في بريطانيا، بريطانيا بها مواطنين بحاجة لمواصلات. من أهم وسائل المواصلات في بريطانيا هي التاكسي والباص ومترو الأنفاق، ومن لديها أنفاق أيضاً حماس. والله الواحد بطل عارف شو يحكي. ادخل أخبار دقيقة في دقيقة. رجع خالدي. ثلاثة أسابيع طالع لي إجازة، استلم فخرتك يا الخايس. حاضر. مساؤكم مزين بألوان البطيخ. بعد طلب بولندا من رعاياها مغادرة إسرائيل، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتوجه مع عائلته إلى المطار. عاجل، دودة البلهارسيا تشتكي من التلوث بنهر السين، وفي سياق متصل نقلت مجموعة من ديدان الأسكارس من نهر السين إلى المستشفى بعد إصابتها بالسلمونيلا. السفارة السورية في بيروت تطالب مواطنيها بالبقاء في الأراضي اللبنانية لأن الوضع عندنا مش كتير أحسن. قال وزير مالية الاحتلال سموتريتش إن بلاده سترفع دعوى في محكمة العدل الدولية على المجتمع الدولي لرفضه السماح بقتل مليوني مواطن غزي جوعا. ابن شقيق دونالد ترامب يعلن دعمه لكمالا هاريس في الانتخابات الرئاسية ويصرح قائلاً عمي مجنون. خالدي هالخبر صد؟ ايش الصج انه مجنون؟ لا يا يبا، والدخول اللي قال كلام هاي اجازة ثلاثة اسابيع تسوي فيك كذي؟ انهي. كان معكم احمد الخالدي واخبار دقيقة في دقيقة. اياني وياك تطلع اجازة مرة ثانية، فهمت؟ شكرا خالدي والحمد لله على السلامة، ما تعيدها. على سيرة خالدي، خالدي مرته من كل أنحاء العالم. على سيرة أنحاء العالم يا جماعة بابتسامة، إحنا جيتنا أيام سودة. في وباء، في حرب عالمية ثالثة قيد الإنشاء، وفي كساد اقتصادي. بشو حابين نبدأ؟ بالوباء أبشروا. هذه يا جماعة منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر طن بسبب تفشي مرض جدري القرود طن، وهلأ عم بيعملوا اجتماع وعم بيفكروا يا جماعة شو رأيكم؟ نعلن حالة الطوارئ ولا لسه بكير؟ نعتبرها وباء ولا لسه بكير؟ طن فيروس تاجي هو قلبي لسه طاب من الأولاني. خالدي الله أولاً، اثنين للدقة العلمية الفيروس مش تاجي. شكله يا جماعة رح نرجع ننحبس ببيوتنا كمان مرة، ورح نرجع نغسل الخضار والمعلبات اللي بنشتريها كمان مرة، ورح نرجع نغسل إيدينا بعد الحمام كمان مرة.
ورح نرجع نطلع على البلكونات الساعة 8 ونطبل بالطناجر كمان مرة. بس بتعرفوا شغلة؟ هاي المرة الحجر المنزلي ممتاز، التباعد الاجتماعي احنا بحاجته. ليه؟ لانه البشر بهاي اللحظة اذا بيقربوا من بعض كمان شوي ستندلع على الحرب العالمية الثالثة. طن ليه؟ نفس اخبار الاسبوع الماضي بس في تطورات. اتفضلوا. ايران صرحت انها رح تنتقم من اسرائيل ردا على اغتيال الشهيد اسماعيل هنية الله يرحمه على اراضيها. اسرائيل صرحت لن ننتظر الانتقام واحتمال نعمل ضربة استباقية. روسيا اعطت ايران انظمة دفاع جوي، يعني جماعة اسمع مني بوتين ملوش مصلحة يفوت الفوتة فات. طن. وزي ما حكينا بالحلقة الماضية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمح إنه تركيا ممكن تدخل حرب مع إسرائيل، وإسرائيل ردت عليه إذا متذكرين إنه حيكون مصيرك مثل مصير صدام حسين. روسيا من جهة وأوكرانيا وحلف الناتو من جهة لسه مولعة معاهم. بعرف إنكم بتعرفوا بس في إشي ما بتعرفوه، إنه بعض دول أوروبا بلشوا بالتجنيد الإجباري، وهي أول مرة من الحرب الباردة. يا حلاوة يا حلاوة. طن. رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون، معقول يعني يشوف هاي الحفلة وما يشارك؟ عيب عيب. أرسل 250 قاذفة صواريخ. وين؟ على الحدود. مع مين؟ مع جارته. مين؟ كوريا الجنوبية. طن. غير إنه كان بيقارب وضرب بشجرة، يعني هلأ معصب بده يتشاجر مع أي حدا. طن طن طن. الوضع بين الصين وتايوان على كف إفريت. الصين بدها تايوان والناتو بدهم تايوان. طب ما هم تايوان، كل واحد يأخذ واحدة. بنغلاديش صار فيها ثورة أطاحت برئيس الحكومة اللي هربت على الهند، والعلاقات بين الهند وبنغلاديش مش ولا بد، فيش مصادر، قدعنا مني. طن. وبالأخير السوبر ستار راغب علامة بيطلع بيحكي لنا محضر لكم مفاجأة حلوة. تحلى أيامك، بس مش حنلحق نشوفها، خلاص، انتهينا. لهذا احنا فريق الصليت الإخباري بنطالب العالم، احموا ولي عهد النمسا بأي ثمن، وألمانيا رجاءً اضبط النفس ما نخشش بولندا، اللي أصلاً في بينك وبينها توتر. طب نيكولاس احنا كعرب شو دورنا من المعادلة؟ واضحة، تحليل السياسي. طن. ونستنى المفاجأة الحلوة تاعت السوبر ستار رغب علامة. هلا رح يجي واحد تاني يسألني نيكولاس شو بتنصحنا بهاي الظروف؟ قروض، خدوا قروض. واحد، مش رح نلحق نسدها. اثنين، نحن على مشارف كساد اقتصادي بدأ بانهيار قيمة البيتكوين. إيش صاحبي؟ احكي لي شو بدك أعلمك اليوم؟ يا صاحبي أنا بعرفك مثقف وناهر من المعرفة. صحيح. أنا بس بدي أعرف شو هو هذا البيتكوين. صاحبي البيتكوين هذا حكايته حكاية. قول. اسمع. السكان في قرية. حلو. اجع على هالقرية زلمي هيك ذكي فطن مثقف عصامي زي حضرتي يعني. وحكى لهم شباب جمعوا هان، اجوا الشباب حكى لهم اسمعوا انا بدي قروض. ايش يعني بده من البنك انه ياخذ قرض يعني؟ صاحبي قروض. مانكيز. صحيح. هذا صاحبي بيحكي لهم انا بدي قروض. بتروحوا بتجيبوا لي قروض، كل من بيجيب قرض باخذ مقابله ايش؟ 1000 ليرة. قرض 1000 ليرة. قرض 1000 ليرة. هو بده يدفع لهم؟ صاحبي. حلو. بحكوا له ممتاز. بيروحوا هالشباب بيلقطوا هالقرود وبيجوا، كل من جيب قرد بياخذ 1000 ليرة. قرد 1000 ليرة. قرد 1000 ليرة وهيك القرية كلها جابت قرود وخدت 1000. حلو. بحكي لهم بعدين اسمعوا شباب أنا عندي مشوار ضروري وطارئ على إنجلينزيا. والمسافر. دغيب. دغيب بس لما أرجع بدي كمان قرود. حلو. بس بحكي لهم ايش هالمره فيش فيها 1000، فيش فيها 2000، فيش فيها 3، فيش فيها 4، 5000. 5000 قرض ب 5000 صح. الله اكبر. بحكوا الجماعه ايش هذا؟ لك ايش هذا؟ رزقه اجت لعنا. والله الزلمه جربناه مجرب مضمون. خلص قبر الفقر. بحكي لهم اذا طولت الغيبه بيبقى في مساعدي موجود، يعني هو عنده كيف انا عندي انت تحت ايدي. هو عنده مساعد تحت ايدي. ايش بتحتاجوا؟ بتحكوا المساعد بيروح ببلشوا هالرجال يفتشوا على القرود ما بيلاقوا، بيروح للمساعد بيحكوا له ايش هذا صاحب عم نلاقي قرود. طيب بحكي لهم طيب انا عندي فكره. حلو. القرود اللي جبتوها قبل هيها عندي بالمستودع. بعطيكوا القرد، كل قرد ب2000. بتروحوا لعند معلمي، يعني كيف انا معلمك هو عنده معلم، تروحوا لعند معلمي بتبيعوا القرد بكم؟ 5000. وبطلع لهم 3. وكلهم رياضيات، كلنا ربحنا، كلنا كسبنا هيك. بحكوا له والله ممتاز وعين العقل. بعطيهم هالقرود، بعطوه قبيل القرد 2000، قبيل القرد 2000، قبيل القرد 2000، قبيل القرد 2000. بيمشي الحال. وهذاك يوم يا صاحبي وهذا يوم
ما عادوا شافوا لا وجه سكبوب انت يعني مساعد ولا وجه معلمه. والله وهي باختصار يا صاحبي حكاية البيتكوين. قلت لك نهر من المعرفة ما شاء الله عليك. والله مثقف. بطل طالع بطل. والآن أترككم مع مروة الحراتي وفقرة يا جماعة. سمعنا بخبرية البطلة الجزائرية إيمان خليف، وللي ما بيعرف إيمان شاركت بالأولمبياد عن رياضة الملاكمة. بتقوم بوحدة من المباريات بتربح ربح ساحق على خصمها الإيطالية. بتقوم الإيطالية بتقول المباراة ما كانت عادلة وأنا بعمري ما تعرضت لهيك لكم. من هون بتبلش إشاعات إنه إيمان ولدت رجل وخضعت لعملية تحول جنسي، وهيدي الأخبار أصلاً كانت عطول تنحكى عنا لإيمان، بس هالمرة لا أقوى عشان بينط إيلون ماسك، دونالد ترامب، جورجيا ميلوني وغيرهم يتبنوا الرواية وبيبلشوا ينشروها. لك مازال حتى ترامب حكي عنا لا إيمان بحملته الانتخابية. المهم لجنة الأولمبياد طلعت وأكدت إنه الادعاء مش صحيح وإنه إيمان خلاف أنثى من لحظة اللي ولدت لهي اللحظة. وأصلاً يعني يا ملاكمت ضد نساء وخسرت ولا لأنها ربحت هاي المرة، عادي طلعت الإيطالية اعتذرت، بس كان الضرر خلص صار. تعرضت بطلتنا إيمان لكمية تنمر مش طبيعية. لك تخيلوا إنه صارت مضطرة تشارك صور إلها هي وصغيرة لتثبت إنها ولدت أنثى، وحكيت عن كيف أصلاً كل عمرها بتتعرض لهذا النوع من التنمر. حتى انتشر منشور لصبية مصرية أمرة اسمها نهى حكت فيه عن تجربة مماثلة عاشتها كل حياتها من التنمر والتشكيك بأنوثتها عشان شكلها ما بيشبه شو الناس مقررين هو الصح. مهم أنا جاي بس تخبركن أنه إيمان وصلت لنهائي الملاكمة بالأولمبياد. خمسة بعيونكن عقبالة الذهبية تقبريني، ولو ما حصلتيها نحنا كتير فخورين فيك. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لحظة شو نهاية حلقتنا؟ ما بدك تحكي انه انفجار مرفق بيروت صار مارق عليه 4 سنين؟ صح، شو صار بنتيجة التحقيق؟ لانه من 4 سنين قلتولنا شو 5 ايام. خمس ايام في تحقيق بلشنا فيه من امبارح بعد المأساة، بعد هالنكبة هيدي على لبنان بلشنا فيه، وبدو يعني من هلأ لخمس ايام ماكسيموم 5 ايام. طيب رح نرجع نعيد النكتة اللي بنحكيها كل سنة. بتعرفوا كم من 5 ايام بالاربع سنين؟ 4 × 356 × 5 292 خمس ايام، الا اذا كان قصدك 5 ايام عمل ومن يومها ماخدين اجازة. هاي ضحكة اغنية. خبرونا لما تداوموا عشان نعيد. وهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتعرف شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه الآن كما عودناكم لنعودكم دائما أترككم مع فيديو الأسبوع. جاكارب آرا. Important an issue is immigration to you. Well, I can't get a job. They come to this country and they just get a job just like that. So when you apply, what do they say to you? Well, I've got a criminal record. Assault. Assault. Yeah. How long ago? Well, I've been out of prison now 3 years now. And so you blame immigrants rather than your criminal record. ممكن تحكي لنا لو سمحت عن سبب استيائك؟ سبب استياء المسلمين المهاجرين غير الشرعيين منعوني ادخل على المول. بس انا حكيت مع اداره المول وقالوا لي انه انت سارق من كذا محل. ما بنكر. وسمعت كمان انك كذا مره متحرش بصبايا. ما بنكر. وحكوا انك مره ضربت السكيورتي. ما بنكر. وحكوا انه عندك عاده انه بتروح على المصعد وبتروح بتكبس كل الطوابق وبتمنع الناس من انه يستعملوه. ما بنكر. بس اللاجئين هن السبب ليه انت ممنوع تفوت على المول. شرعي وراه. كان معكم نيكولاس خوري، فريق العمل الصليت الإخباري. 1-1، لنا لقاء آخر.